السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، شخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. باش ما نطولش لأخوتي، نمروا الآن الأهم عناوين حلقة اليوم. قيادي سابق بالبوليزاريو يفضح أسباب رفض الجزائر، إحصاء اللاجئين بتندوف. الملك محمد السادس يبعث برسالة للجزائر. وزير الخارجية التونسية: الصحراء مغربية والتطبيع مع إسرائيل أمر جيد. الملك محمد السادس يجهد مخططا سريا للجزائر وتركيا بإقامة قاعدة عسكرية قرب القرقارات. أصلاندلية تستغل وفاة الكولونيل بطنجلي أخبار كاذبة عن ظروف موته. الكيان الرئيسي الداعم لأصلاندلية بالبرلمان الأوروبي تفكك. التنين الصيني يصفع البوليزاريو والجزائر بافتتاح قنصلية لها في مدينة الدخلة. بعدما أثارت بعض العناصر المحسوبة على الجبهة الانفصالية الصنادلية أن الجمع الكبير الذي حضر الاحتفال باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربها الصحراء هو الاحتفال الذي جرى بمدينة العيون مؤخرا، غالبيتهم ليس صحراويين. كشف الناشط الحقوقي والسياسي الصحراوي محمد سلمى أن حتى الصحراويين بمخيمات تندوف أيضا ليس جميعهم من أصول مغربية. كما كشف سلمى عن الأسباب التي تحول دون عودة الصحراويين المغاربة اللاجئين من تندوف إلى وطنهم. وأوضح المصدر ذاته أن الجزائر لا تصرح بأن المجنسين الصحراويين من رعاياها، إنما منحتهم جنسيتها تحت الطاولة لتجدر ربط مصلحتهم بها، فيصير لهم الحق التملك والعمل والاندماج في الجزائر باعتبارهم يشكلون الثلث الضامن لمصلحتها في نزاع الصحراء مهما طال أمده، ما داموا جزءا من الشغل الصحراوي الذي تطالب لهم بالاستقلال. وقال النشط الحقوقي والسياسي الذي سبق وأن كان قياديا بجبهة تندوف قبل أن يقرر العودة إلى الوطن الأم: لهذا السبب ترفض الجبهة والجزائر فكرة إحصاء وتسجيل اللاجئين لدى المفوضية الأممية للاجئين، كما يطالب بذلك المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن. بعث الملك محمد السادس برقية لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، داعيا له في الله العلي القدير بالشفاء العاجل. ومما جاء في برقية الملك محمد السادس: فقد أبنت بحمد الله وشكره مخاطبتكم للشعب الجزائري الشقيق الأحد الماضي عن تماثلكم للشفاء. وأضاف الملك: وإنني إذ أعرب لكم عن عمق ارتياحي لتحسن صحتكم لأدعو الله العلي القدير أن يعجل بشفائكم وباستعادتكم لكامل عافيتكم وبأن يرزقكم موفور الصحة ويمتعكم بطول العمر. قال وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس أن النظام العسكري الجزائري لعب بالنار وتسبب في تعجيل المغرب بالتطبيع مع إسرائيل. وأضاف ونيس في برنامج إذاعي أن النظام العسكري الجزائري متورط في تقسيم المغرب العربي وما عاشته المنطقة من اشتباكات في الصحراء تتحمل السلطات الجزائرية مسؤوليتها. أحمد ونيس شدد على أن النظام العسكري الجزائري افتك مئات الكيلومترات من تونس والمغرب، مضيفا: جميعنا نعاني من النظام الديكتاتوري العسكري الجزائري بما فيهم الجزائريون أنفسهم. دق الاعتراف الأمريكي بمغربها الصحراء في الدقيقة 90 من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آخر مسمار في نعش مخطط جهنمي كانت تعدله الجزائر بمساعدة تركيا في منطقة شمال إفريقيا. المخطط الذي كان يعد لا على نار هادئة كان يهدف إلى إقامة قاعدة عسكرية تركية بالقويرة التي لا تبعد عن القرقرات سوى بعشرة كيلومترات. وأهم من يعتقد أن الاعتراف الأمريكي الأخير بمغربها الصحراء هو صفقة مقايدة للتطبيع مع إسرائيل. صحيح أن الاتفاق تزامن مع نفس الحدث، لكن الأمر أكبر بذلك بكثير مما ذهب إليه البعض. وحدى المخابرات التركية والجزائرية اللتان كانتا ترعيا المخطط السري المجهد ممن تلقى الصفعة القوية وتدركا حجم الخسارة التي أمني بها. العارفون بخبايا صناعة القرار الدولية يدركون أن المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته ليس قرارا شخصيا واحدا، وإنما تدخل سريع من قبل صناع القرار الأمريكي
الملتزم لجمع الرؤساء المتداولون على دفة حكم البيت الأبيض. لمن لم يدرك بعد طبيعة التحولات الأخيرة التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا، لن يعرف سر هلولة تركيا نحو ليبيا وتحالفها السري مع العسكر الجزائري الدكتاتوري الذي كان يمهد لها طريقة لإقامة قاعدة عسكرية بمنطقة الجويرة بدعوى محاربة الإرهاب المتطرف. المغرب انتبه مبكرا لهذا المخطط الغير معلن، حيث تم تمهيد له بدفع مرتزقة البوليزاريو لاحتلال معبر غرغرات، وبالتالي فتحه في وجه عصابة التهريب والمنظمات المتطرفة التي ترعاها المخابرات الجزائرية، حيث كانت في هذه التصرفات مجرد تمهيد لتغيير الوضع القائم. لذلك اتخذ المغرب قرارا عاجلا يوم 13 نوفمبر الماضي وحسم موقعة الغرغرات عسكريا وطرد الشرذمة من معبر، ثم كانت أول رسالة يبعث بها عاهل المملكة المغربية من داخل معبر الغرغرات هي إقامة مسجد، وهي دلالة رمزية لكون المنطقة محرمة أن يكون فيها أي نفوذ للإسلام المتطرف، وإنما الإسلام المعتدل التي تجسده إمارة المؤمنين. تركيا التي كانت تحلم بأمجاد الخلافة العثمانية المنتهية والتي بقى المغرب عصيا عليها منذ أزل التاريخ، جربت من جديد أن تحاصر المغرب من خلال حدوده الجنوبية، وحاولت جاهدة أن تجر دول الخليج لصالحها خاصة قطر والإمارات، لكنها لم تجد أي مسيرة من طرفيهما. فقد يقول قائل أن مصلحة الأمريكا بالنزول بكامل ثقلها في منطقة وتقديم تنازل كبير للمغرب وتقديم الصحراء على طبق من ذهب للرباط بعدما كانت تستعملها كورقة ضغط على المغرب، الجواب بسيط للغاية. شمال إفريقيا والقارة السمراء عموما صارت في الأونة الأخيرة مطمعا جديدا للغزو الصينية الروسية، وأي تأخر لأمريكا يعني نهاية النفوذ الغربي على القارة السمراء، وبالتالي لا مناص لها بعقد حليف استراتيجي مع المغرب لتصدي لأطماع الصين والروس والترك. هل بإمكان أمريكا أن تغامر بقوة وتمدد الجدار الأمني وإقامة بناء بالدخل ومصانع للسيارات وأيضا استثمارات بالملايير في مشروع الطاقة المتجدد بالمنطقة، لو لم تكن تدرك خطورة ما يحاك من قبل الفاعلين الدوليين والأقليميين الجدد؟ زعمت وسائل إعلامية تابعة لجبهة الصنادلية الانفصالية بأن الكولونيل وقائد القوات المساعدة في عمالة طنجة أصيلة قد توفي جراء معارك قرب الجدار المغربي في الصحراء المغربية. إعلام الجبهة زعم أن قائد القوات المساعدة في طنجة منصف تيسير قد أصيب بجروح بسبب إطلاق نار بمنطقة المحبس شمال الصحراء المغربية عند تدخل الجيش المغربي لطرد انفصاليين من منطقة الغرغرات، وبأنه فارق الحياة متأثرا بإصابته. الخبر كذب الذي تقوم هذه المنصات بتناقله قوبل بسخرية كبيرة، إذ فارق الراحل الحياة جراء إصابته بفيروس كورونا رحمه الله، وبسبب الأعراض الخطيرة للفيروس نقل الرجل من طنجة للمستشفى العسكري في الرباط، لكنه توفي الاثنين الرابع عشر دجنبر. السلطات قامت بتشييع جثمان الرجل ظهر الثلاثاء الخامس عشر دجنبر بطنجة وسط التزام بالإجراءات المتعددة في دفن الحالات المصابة بفيروس كوفيد 19. وتستغل الجبهة الانفصالية حالات وفاة يعلن عنها المغرب وتنسبها لأحداث في الصحراء المغربية، إذ تزعم منذ أحداث الغرغرات أنها تقوم بأعمال قصف وأن الأمر يخلق قتل وجرح، ما ينفيها الجانب المغربي مؤكدا أن الجيش رد بحزم على كل هذه الاستفزازات. انطلقت جبهة الصنادلية والجزائر اليوم صفعة أخرى بعد إعلان يواكيم شوستر النائب البرلماني الأوروبي الألماني استقالته من رئاسة المجموعة البرلمانية الأوروبية الداعمة للصنادلية وفق رسالة نقلتها جريدة برلمان.com. واعتبر النائب البرلماني الذي قدم استقالته مساء أمس الثلاثاء الخامس عشر دجنبر أن البوليزاريو ارتكبت خطأ فادحا بإعلان تقويل اتفاق وقت إطلاق النار. وأضاف المتحدث في الرسالة: لا أرى كيف يمكن لهذا أن يعزز حلا للصراع المفتعل، لكنني أخشى بدلا من ذلك أن الصراع سوف يتفاقم بشكل كبير، ولا أظن أن خرق الجبل لهذا الاتفاق سيخدم القضية. وتابعت الرسالة: بعد التفكير المالي في قرار أعلن أنه في ظل هذه الظروف الجديدة أنني لست في وضع يسمح لي بالاستمرار في رئاسة المجموعة، ومن المتوقع أن تتم دعوة عضو آخر ليترأسها، ومن المنتظر أن تكون هذه الاستقالة مادة للتفكير للقلة من المؤيدين الذين ما زالوا يصرون على دعم
الانفصاليين، خصوصا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. كشفت صفحة ماروكان دي كندا أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن فتح قنصلية للصين في الجنوب المغربي الأسبوع القادم. هذا وتجمع الصين بالمغرب علاقات اجتماعية اقتصادية كبرى، حيث يستعد المغرب لتلقيح مواطنيه باللقاح الصيني. وأجرى الملك محمد السادس 31 أغسطس 2020 مباحثات هاتفية مع رئيس الصين الشعبية، وتندرج المباحثات في إطار علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، والتي ارتقت بتوقيع الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية الذي وقع الملك والرئيس الصيني خلال الزيارة الملكية لبكين في ماي 2016. وتطرقت المباحثات الهاتفية بين الملك والرئيس جمهورية الصين الشعبية لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، ولا سيما الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والمبادرات الثقافية والإنسانية. كما بحث الملك محمد السادس والرئيس الصيني الشراكة بين البلدين في محاربة كوفيد-19. وشكلت المباحثات أيضا فرصة لتقديم الشكر لجمهورية الصين الشعبية لدعمها ومواكبتها للإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها المملكة المغربية من أجل الحد من انتشار الوباء، وذلك سواء على صعيد المعدات الطبية ووسائل الكشف المخبرية أو في مجالات تبادل المعلومات والخبرات. وتناول قائد البلدين أيضا المرحلة المقبلة للتعاون العملي بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية في إطار جهود مكافحة جائحة كوفيد-19. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر الإعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة مساء إن شاء الله.